هذا البرنامج برعاية هذا البرنامج برعاية
عمره يمتد لما تكينا زي العزة تفرح ونقول شوفنا تجينا أسجل والنور قد في الدمة يهان نطبل لك ونهلل لك أضوي نقول أهلا رمضان جانا قولوا معانا كان رمضان جانا قولوا معانا Thank you.
واحنا بنحسب لك ونوضب لك ونرتب لك. اهلا رمضان كرم قولوا معانا اهلا رمضان كرم بعد غيابه وبقى له زمان قالوا قولوا شهر يقولوا قالوا قولوا اهلا رمضان رمضان كان اهلا رمضان قولوا معانا
مساء الخير يا جماعه. ايه اخبار الصحون هنا؟ جميل. بتيجوا باستمرار ولا اول مره؟ لا تمام. وايه اخبار المشروبات، الاسعار، الكواليتي؟ لا كل حاجه في حاجه. كل سنه وانتم طيبين. هذا البرنامج برعايه هذا البرنامج برعاية بقالهم
وبنشوف طريقتهم وبنشوف هم بيأدوا ازاي بيتعاملوا ازاي. كل نوع برضه اختياري في الشغل عندنا معايا. السحور بقى اللي عليه ده جبال اكتر ولا فطار؟ فطار من ساعه كتير قالينا ان هم بيفضلوا يروحوا الاماكن دي. ساعات كتير بتبقى اولادها قاعده بتتفرج علينا في التلفزيون هم شايفين البرنامج بس هم نفسهم يروحوا المطعم ده او نفسهم يخرجوا ياكلوا بره. كلنا عارفين انه عندنا اطفال فاول ما تخرج الطفل يقول لك انا عايز اكل. ففكره ان هو يلاقي مكان غير بقى مائده الرحمن، طبعا مائده الرحمن عمل عظيم ان انا باكل الناس في مطعم او في كافيه فيهم هم واولادهم كده، فده بيعتبر خروجه للناس اكتر من انه فكره انا جعان او عايز افطر او مش لاقي مكان اكتر افطر فيه. فاعتقد ان لو كل كافيه او مطعم عمل الفكره دي كل اهالينا اللي هم مش متوفر ليهم ان هم يخرجوا او يقعدوا في كافيهات هيقدروا، وده هيبقى موجود ليهم ولاولادهم. يا رب دايما في تقدم ونجيلكم في الفرع الجديد ان شاء الله. كل سنه وانتم معانا، والمره الجايه في رمضان نجيلكم في الفرع الجديد. وشهجورنا وقلوبنا معاك، وفي السنة مرة دورنا وبنستنوك من انت واحنا من احسين. ايه بقى لو انت في نوع عموري مش شرط بس الجودة والديكور والماتيريال والمكان هو اللي عليه العين، لا في اماكن لسه صغيرة ولسه بادئه بس كويسه جدا عندها منتجات وتنوع وكمان اسعار ممتازه. لازم تيجوا تفطروا او تتسحروا يوم معانا في دعاء عموري. اشوفكم بكره في حلقه جديده ومكان جديد وفطار جديد او سحور في مطعم جديد. هذا البرنامج برعاية هذا البرنامج برعايه